حكومة الوحدة الوطنية التي عين صالح كبزابو رئيسا لها في 12 من أكتوبر الجاري جاءت تنفيذا لمخرجات الحوار الوطني الشامل والسيادي التي اعتبرت كدفتر مهام لتسيير المرحلة الثانية من الفترة الانتقالية التي حددت ب24 شهرا. وهذه الحكومة التي تم الإعلان عنها اليوم سيعمل أعضاؤها بكل طاقة لضمان إرادة الشعب التشادي بأي شكل كان، وستكون سياستها وضع رفاهية الشعب قبل كل شيء. وكشف وزير الدولة الأمين العام لرئاسة الجمهورية الدكتور غالي غوتي غاتا عن قائمة أعضاء حكومة الوحدة الوطنية التي شارك فيها ممثلين عن الحركات السياسية العسكرية الموقعة على اتفاقية الدوحة للسلام، المعارضة الداخلية، الشباب والمرأة والشخصيات المرجعية. وشملت 44 عضوا، 5 منهم وزراء دولة و29 وزيرا و10 أمناء دولة. وشهدت الحكومة تغييرا كبيرا مع إبقاء بعض الأعضاء السابقين كوزير الدفاع والأمن، العدل والمالية، الصحة العامة، النقل، الأمانة العامة للحكومة والثروة الحيوانية، المناجم والجيولوجيا والطيران المدني. وكما وعد الرئيس الانتقالي رئيس الجمهورية الفريق محمد إدريس ديبي إتنو خلال خطاب التنصيب الذي ألقاه في العاشر من هذا الشهر بحل مشكلة غلاء الأسعار والكهرباء وتوفير الأمن الداخلي وتنظيم الاستفتاء والانتخابات للعودة إلى النظام الدستوري وغيرها من المشكلات التي أرقت جبين المواطنين، ستسعى حكومة الوحدة الوطنية بقيادة صالح كبزابو جاهدة لمواجهتها على وجه السرعة، لا سيما في الحصول على مياه الشرب، الطاقة، الرعاية الصحية والتعليم، الوظائف اللائقة، وتوفير الأمن الغذائي، وإنشاء منشآت جديدة في البنى التحتية، ورصف طرق إضافية ما بين كبريات مدن البلاد. كل تلك المشاريع المذكورة آنفا تناولها الرئيس الانتقالي الفريق محمد إدريس ديبي إتنو في خطابه يوم الاثنين الماضي، وستعمل حكومة الوحدة الوطنية المشكلة حديثا على تنفيذها وفق دفتر مهام المرحلة الانتقالية الثانية التي تنتهي بعد 24 شهرا.